أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق الله العلي العظيم. الحضانة الروضة الابتدائية المتوسطة الثانوية، أمور بالنسبة للطفل في الحضانة تعد أمورا صعبة. نفس تلك الأمور بالنسبة للطفل في الروضة أمور سهلة، بالنسبة للطفل في الابتدائية سهلة جدا جدا. وقس على ذلك بقية المراحل. العالم المعنوي، معنويات الإنسان، معادلاتها شبيهة جدا بمعادلات الماديات، بفارق القيمة 1+1=2، 1,000,000,000+1,000,000=2. المعادلة نفس المعادلة ولكن القيمة مختلفة. المعنويات قوانينها مثل قوانين الماديات بفارق القيمة. في عالم المعنويات توجد حضانة
وروضة وابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة وغير ذلك. والشيء الصعب في مرحلة الحضانة المعنوية هو شيء سهل في مرحلة الروضة المعنوية. في مرحلة الابتدائية المعنوية سهل جدا، الدين الإسلام صعب أم سهل؟ نفس هذا السؤال إذا سألناه بالنسبة للماديات، بالنسبة للمعلومات المادية، الشيء المادي الفلاني سهل أم صعب؟ الجواب يختلف باختلاف مرتبة الشخص، باختلاف مرحلة الشخص. في المعنويات هكذا، الإسلام أساسا شيء سهل، أوامر الإسلام تنفيذها سهل، الاجتناب عن نواهي الإسلام سهل. عندما أقول سهل لا أقصد أن الصلاة، صلاة الإسلام سهلة، لا أقصد أن صيام الإسلام سهل، حج الإسلام سهل، خمس الإسلام سهل، هذه أسهل من السهل. الصلاة سهلة، الصلاة أسهل من السهل، كلمة السهل زائدة عن الصلاة، الصلاة الواجبة، الأمور الضرورية الأولية السهلة للغاية، الأمور الأخرى في الإسلام أقول إنها سهلة. في حديث شريف عن الإمام، طبعا هذا المعنى ورد في أحاديث شريفة عن العديد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إحدى تلك الأحاديث الشريفة حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافية الشريف يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر نماذج، يقول: إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، ويذكر نماذج أخرى. كم الصلاة سهلة؟ أسهل من السهل الصلاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المعنى ورد في القرآن الكريم خمس مرات بثلاث ألفاظ، طبعا مختلفة، ألفاظ مختلفة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آية قرآنية أخرى، لا تكلف نفس إلا وسعها في ثلاث آيات أخرى، لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنت تسوق في شارع ضيق جدا، حد السيارة، مرة تسوق في شارع وسيع، سهل يكون؟ القرآن الكريم يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوسع الشيء الذي يكون ضيقا على الإنسان لا يسمى وسعا، حد هذا ليس وسيعا، أكثر من الحد بقليل ليس، لا يسمى وسيعا. الشارع الوسيع هو الشارع الذي تتمكن أن تأخذ يمنى يسرى، هذا الشارع وسيع. الله سبحانه وتعالى يقول: الله لا يكلف نفسا، أي نفس، إلا وسعها، شيء وسيع، شيء سهل،
القيادة في السياقة في سيارة في شارع ضيق جدا قيادة صعبة، القيادة في شارع ضيق صعبة، القيادة في شارع وسيع سهلة. الإسلام يسر؟ نعم يسر. صلاة الإسلام أيسر من اليسر. الإسلام كله جهاده في سبيل الله، القتل في سبيل الله، هذا سهل. الصلاة أسهل من السهل. الجهاد سهل. الجهاد متى يكون؟ عادة الجهاد جهاد دفاعي، جهة بلد طاغي حاكم ظالم يهجم على بلدك. الجهاد أن الإنسان يعرض نفسه للقتل في هذه الحالة سهل، لأن الذي يدفع الإنسان بقتله يدفع ذلك الشيء أصعب. إذا دخل الحرمات تهتك، الأمن يذهب، فقتل الإنسان في هذا الطريق سهل. الصلاة أسهل ما يكون، الصيام أسهل ما يكون. الآن نجعل ميزانا لمجتمعاتنا المسلمة. مجتمعاتنا المسلمة اليوم في أي مرحلة؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما بعث جاء إلى الناس، الناس كانوا في مرحلة الحضانة، لا يعرفون أبدا بديهيات الدين، طبيعي. علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رسول الله الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، علموا الناس، بيّنوا تعليم قولي تعليم عملي نماذج أسوة بين الناس سنوات طويلة. الآن أكثر من 14 قرنا على مرحلة الحضانة في مجتمعات المسلمة، في المجتمعات المسلمة. الآن نحن في أي مرحلة؟ يلزم أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الدكتوراه الإسلامية، مرحلة الاجتهاد الإسلامي. لا، ما تجاوزنا الدكتوراه ولا الماجستير. مجتمعاتنا بعد 14 قرنا تعيش في مرحلة الحضانة لا زالت. أبده مرحلة الحضانة هي المرحلة التي الطفل لا يعرف فيها أبده البديهيات. أبده البديهيات يعلمونها في مرحلة الحضانة. إخواني، الصلاة في الإسلام أليست من أبده بديهيات الإسلام؟ الصلاة، الصلاة الواجبة. تعرفون مسلمين لا يصلون؟ جدا مؤسف أقول هذه الكلمة. نعم نعرف في المجتمعات المسلمة مسلم لا يصلي. مسلم تحتاج أن تبين له أهمية الصلاة، تحتاج أن تشجعه على الصلاة الواجبة، على صلاة الظهر، على صلاة الصبح. شخص واحد من بين 1,600,000,000 1,700,000,000 لا أعرف كم عدد المسلمين أو أكثر، شخص واحد بينهم 10,100,000 الذين لا يصلون، نسبة ضئيلة جدا، أو النسبة ليست ضئيلة جدا. هذا المجتمع مجتمع حضانة إسلامية أم مجتمع دكتوراه إسلامي؟ والصلاة ما هي؟ شيء صعب، يعني نفس الإنسان تخرج من جسمه، روح الإنسان تخرج، يبتلى بأمراض خطيرة بسبب الصلاة مثلا. الصلاة، الصلوات الواجبة لا تأخذ من وقت الإنسان مع مقدماتها،
مع الوضوء لا تأخذ من وقت الإنسان إلا أقل من 2% من وقت الإنسان، أقل من 2%. هذا إذا أراد أن يصلي تامة الأجزاء والشرائط. إذا أراد أن يطيل بعض الإطالة في صلاته، أن يأتي ببعض المستحبات في صلاته، أن يصلي بطمأنينة أكثر من الحد الأدنى، لا تأخذ كل الصلوات من وقت الإنسان إلا قريب 3% فقط. بالله عليكم، لو أن أبا الإنسان، لا أخ الإنسان، لا صديق الإنسان، طلب من الإنسان أن يخصص له 3% من وقته، أن يخصص له 2% من وقته، يرفض الإنسان؟ صديقك قال لك 2% من وقتك خصصه لي، ترفض؟ فورا الإنسان يقبل. هذا الصديق إذا طلب مني، فكيف إذا كان شخصا عزيزا جدا على الإنسان؟ فكيف بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام الذين نقلوا كلام الله لنا؟ وكم من أوقاتنا نصرفها في التوافه؟ كم من العمر يذهب في الأكل؟ لا أقول الأكل الضروري الذي تتوقف حياة الإنسان عليه، لا، الأكل الوسيع، الأكل الرفيع، الأكل بحالة طبيعية، بحالة سهلة، لا طبيعية، بحالة سهلة، طعام لذيذ مريح، هذا الأكل كم يأخذ من وقتنا؟ يقينا أكثر من 5% من أوقاتنا، لعله 10% من أوقات بعض الناس. في اليوم كم من وقتنا يصرف في الطعام، في مقدمات الطعام، في تهيئة الطعام، في طبخ الطعام، في كل هذه الأمور كم من أوقاتنا تصرف، مع أنه كان بإمكان الإنسان أن يأكل في 5 دقائق فقط. والبعض بالفعل يفعل هذا الشيء، وأنا رأيت أحد العلماء كان أكله خفيفا جدا، 5 دقائق، حتى لو كان يريد أن يطبخ الطعام لنفسه خلال 5 دقائق كان يطبخ، و5 دقائق يأكل بسرعة. أوقاتنا تصرف في الأكل عادي، ساعة في اليوم كله، في اليوم والليلة لعله أكثر من ساعة. كم من أوقاتنا تصرف أمام شاشات التلفزة، أمام هذه الأجهزة الذكية الزائد الفائض غير الضروري، المقدار الضروري ضروري، لا، الشيء التافه، الشيء الزائد، يقينا أكثر من 3%، لا أكثر بكثير. نأتي إلى الصلاة، لا، ما هي أهمية الصلاة؟ الصلاة هذا المجتمع مجتمع في مرحلة الحضانة أم لا؟ الذي لا يعرف أبده بديهيات الإسلام. بعضنا تجاوز هذه المرحلة ولله الحمد، خرج من مرحلة الحضانة الحمد لله، وصل إلى أي مرحلة؟ الابتدائية؟ لا زال في مرحلة الروضة. الذي تجاوز هذه المرحلة، الذي يعرف أن الصلاة واجبة خلاص ويصلي كل الصلوات يؤديها، هذا خرج من مرحلة أبده البديهيات. بعضنا إذا طالت صلاة الجماعة دقيقة واحدة، إذا طالت صلاة الجماعة دقيقتين، إذا طالت صلاة الجماعة 5 دقائق، كأن جبلا على قلبه. لا أتحدث عن شخص جسمه مريض لا يتحمل الإطالة، لا أتحدث عن شخص عنده مهام دينية أخرى لا يريد أن يطيل في صلاته، لا، أتحدث عن شخص عادي جسمه يتحمل،
أكثر من هذا يتحمل؟ ليست وراءه أمور ضرورية دينية يتمكن أن يطيل صلاته قليلا، يريد أن يطيل صلاته نفسه كأنها تخرج. ماذا حدث؟ الركوع طال نصف دقيقة، ربع دقيقة، صعب. هذا في أي مرحلة؟ الإطالة في الصلاة ليست من الواجبات، ليست من أبده البديهيات في الإسلام، ليست في مرحلة الحضانة، ولكن هذا التطويل في الصلاة في هذه العبادة الواضحة البديهية، هذه العبادة التي هي عمود الدين، نصوص شريفة، آيات قرآنية، أحاديث شريفة، في أي مرحلة نحن؟ ناس عاديون يصلون بالإضافة إلى الفرائض نوافل، يطيلون في النوافل، يصلون، تعرفون حتما كل واحد منا يعرف جمعا يصلون نافلة شهر رمضان، نافلة شهر رمضان 1000 ركعة في شهر رمضان تقسم طبعا على الليالي، يصلون صلاة 1000 مرة سورة التوحيد ليلة عيد الفطر، ركعتان، الركعة الأولى 1000 مرة سورة التوحيد، الركعة الثانية مرة واحدة، تأخذ من وقت الإنسان لعله ما يقارب من 2.5 ساعة 3 ساعات. بعض الناس عندهم التزامات لا يتمكنون أن يؤدوا هذه الصلوات، بعض الناس عندهم فسحة من الوقت يؤدون، نحن نعرف أنتم تعرفون. هذا السهل، السهل جدا. هذا الشيخ حسن علي النخدكي الإصفهاني، زاهد من الزهاد، من أصحاب الكرامات، كان توفي قبل 76 سنة على ما ببالي، سنة 1361 لعله هجرية، قبل 76 سنة تقريبا توفي. بعض الكبار في السن الذين كانوا يعيشون في مشهد كانوا قد رأوه، أنا سامع بعض القضايا من الشخص الذي رآه مباشرة، كان يصلي صلاة الليل تقريبا في كل ليلة في الصحن الشريف، الساحة الخارجية تحت السماء في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، تقريبا كل ليلة صيفا وشتاء. أحيانا كان يطيل، عنده متسع من الوقت يطيل يطيل يطيل، يعني ركوع واحد سجود واحد نصف ساعة. أحيانا لا، عنده التزامات ثانية ما كان يطيل، كان يختصر، ولكن صلاته كان يؤديها، صلاة الليل يؤديها في الصحن الشريف تحت السماء في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. في أيام الشتاء الذي كان يعيش في مشهد المقدسة آنذاك، في أيام الشتاء زوار ما موجودين تقريبا في تلك العصور، الطرق كانت صعبة، ثلوج ما ثلوج، الناس ما كانوا يتمكنون أن يذهبوا أيام الشتاء، مشهد فارغة إلا من سكنة مشهد أو قليل نادر من الزوار، فالالتزامات كانت تقل طبعا. في أيام الشتاء، في ليالي الشتاء كان يطيل في صلاته، عنده متسع من الوقت، وأنتم تعرفون في مشهد المقدس تنزل ثلوج، كان أحيانا ينقل هكذا، كان أحيانا يطيل صلاته، يطيل ركوعه أو سجوده حتى تتراكم الثلوج على ظهره، هذا الثلج الخفيف الذي يذوب سريعا يتراكم سريعا أيضا، نصف سنتيمتر، سنتيمتر أكثر أقل، ثلج على ظهره، نصف ساعة تحت السماء الثلج يقف يتراكم. وأنا على صلاة ركعتين مستحبة من دون عذر، لا عذر شرعي، لا عذر جسماني، لا شيء، أستصعب.
المشكلة أين؟ المشكلة أن هذه الأعمال صعبة؟ لا، المشكلة أنني في مستوى متدني، كما أن الطفل في الحضانة يستصعب أموراً، الذي يكون في الابتدائية هذه الأمور أسهل ما تكون عنده. المشكلة ليست مشكلة في العمل نفسه، في صعوبة العمل، المشكلة في مرحلتي المتدنية، مستواي الداني استصعب بعض الأمور. شيخ حسن علي في مجاله، في زهده، كان في مستوى أرفع، لا يستصعب نصف ساعة سجود تحت السماء في البرد القارس، صلاة غير واجبة، صلاة مستحبة، في سجدة واحدة. اسألوا بعض المؤمنين يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي كل ليلة في سجود في السجود الأخير في صلاة الوتر، كل ليلة يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي طيلة أيام السنة، لا في شهر رمضان. سهل عنده، سهل عنده جدا، لكثرة القراءة حفظ صن دعاء أبي حمزة، في السجود يقرأ الدعاء. المرحلة إذا ارتفعت الأمور تصبح سهلة. حديثي ليس عن الصلاة، الصلاة مثال، الصيام مثال، الحج مثال، زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مثال، هذه أمثلة. الإنسان في أي مستوى يستصعب. الدين سهل، المشكلة أنا أستصعب. هو الدين صعب؟ لا. أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وهم صادقون فيما قالوا وأثبتوا صدقهم فيما قالوا كانوا يشتاقون إلى القتل في طريق الإمام الحسين. القاسم بن الحسن عليه الصلاة والسلام قال لعمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن القتل في طريق عمه عنده أحلى من العسل. يا أخي هذا قاتل، روح الإنسان تخرج من جسمه، هذا ليس سهلا عنده فقط، ليس لذيذا عنده فقط، أحلى من العسل عنده. لماذا؟ أنا وأمثالي نستصعب ركعتين وهو يستسهل القاتل، الفارق المستوى يصبح القاتل سهلا. أنا لا أقول أن الإنسان يطيل صلاته، الإنسان يصلي نوافل كثيرة حسب وضع الإنسان. بعض الناس ليس تكليفهم الإطالة خصوصا في الصلاة الواجبة، إمام الجماعة ليس تكليفه الإطالة، صلاة الجماعة يجب أن تكون خفيفة. لا أتحدث عن أن الإنسان يطيل صلاته، الذي عنده واجبات ثانية أحيانا ليس تكليفه الإطالة أصلا، ليس مطلوبا منه، المطلوب منه التخفيف. الذي يريد أن يعلم الصلاة للطفل ليس تكليفه الإطالة، تكليفه الاختصار. لا أتحدث عن إطالة الصلاة، كمثال أقول إطالة الصلاة. في الصلوات الشعبانية التي تروى عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذه الصلوات الرائعة الرائعة جدا التي كان يقرأها في عند الزوال في كل يوم من أيام شهر شعبان وفي ليلة النصف من شعبان، الإمام زين العابدين كان يقرأ هذه الصلوات، صلوات رائعة جدا. تقرؤون هذه الصلوات في مقطع من، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. العبارة جدا جميلة.
شهر شعبان محفوف بالرحمة والرضوان، رضا الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان في شعبان. الشيء الذي يحصل به الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان شيء متناول اليد، سهل جدا، سهل، أسهل من بقية الشهور. الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه. يدأب يعني ماذا؟ يعني يصوم ويقوم؟ لا، هذا ليس يدأب. يدأب يعني يجهد نفسه، يعني يتعب نفسه. يعني الصيام العادي بالنسبة إلينا في هذه الظروف تحت التكييف عادي سهل بالنسبة لعامة الناس، أقول بعض الناس لعله لظروفهم الصحية شيء صعب، عامة الناس الصيام في هذه الظروف شيء سهل ليس صعبا. لا يجهد الإنسان نفسه في الصيام. الذي يصوم صلاة الليل في 10 دقائق ليس صعبا، هذا لا يجهد نفسه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله في شهر شعبان كان يدأب في صيامه وقيامه، يجهد نفسه، يتعب نفسه في الصيام والقيام. يعني في الحر الشديد يصوم، بعطش الشديد يصوم، يعني يصلي كما ورد في الرواية الشريفة، يقف في محرابه حتى تتورم قدماه. يا أخي قف ساعة، صلي صلاة ليلة عيد الفطر 3 ساعات، قف انظر رجلك تتورم؟ لا، جرب مرة، جرب صلي صلاة ليلة عيد الفطر 1000 مرة سورة التوحيد 3 ساعات تقريبا، وقفة واحدة قف لا تتورم قدمك. كم وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في محرابه حتى تورمت قدماه الشريفتان؟ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا لك، تواضعا، تذللا لك في إكرامه وإعظامه، إلى أن يقول الإنسان الإمام زين العابدين يعلمنا: اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه. وفقنا أن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في شعبان ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا مرتين. اللهم أعنا على الاستنان واجعلني له متبعا. نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا. في بعض النسخ بدل الكاف هاء، حتى ألقاه، يعني ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ألقاه يوم القيامة عني راضيا. طبعا الشيء نفسه، رضا رسول الله صلى الله عليه وآله هو رضا الله سبحانه وتعالى، معنى واحد. حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. هذه الأشهر الثلاثة طبعا تعلمون مميزة في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، في أداء الواجبات، في الصعود من مرحلة إلى مرحلة في الدين. أكثر من نصف هذه الأشهر الثلاثة انتهى، بقي شهر رمضان وعشرة أيام تقريبا من شهر شعبان. يتمكن الإنسان، هذا الرضوان قريب، هذا الشهر محفوف بالرضوان، رضا الله قريب. كيف ننتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم
واجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إنك مجيب الدعوات وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين